فليه الدجاج نصف كيلو وكعب مرق الدجاج اثنين صغار او واحد كبير نشا الذرة معلقة كبيرة بيكنج باودر معلقة صغيرة نطحن المكونات مع بعض حتى يكونوا ناعمين هيك جاهزين نوضع ماء على ايدينا منشان ما تلزق في ايدينا ونوضعها بالبقسماط والخبز المطحون او البقسماط موجود مطحون ناعم والحرارة تكون متوسطة وبنقلبهم على الوجهين هي كتير روعة وبسيطة والبهارات هي موجودة في مرق الدجاج موجود فيها البهارات موجود فيها الملح موجود فيها كل شيء مرق الدجاج إذا أعجبكم الفيديو أتمنى تشتركوا بالقناة وتفعيل زر الجرس في أمان الله.